السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا كنا بدأنا في الفيديوهات قبل كده شرح طريقة عمايل جاكيت بخيط الشعر او خيط رمش العين، بنشرحه في اجزاء. ده جزء من الاجزاء. يلا مع بعض علشان نكمل ونشوف الشرح بتاعنا ونشوف الشغل بتاعنا هيبقى ازاي. انا كده خلصت الستر خلاص. هبدأ دلوقتي أقفل علشان أطلع الأكمام. أنا كنت بستعمل هنا إبرة 5 أهي، هستبدلها بإبرة 4.5. أنا كنت عايز أستبدلها بإبرة 4 في الحقيقة، بس أنا ملقيتش عندي إبرة 4 فهستبدل بـ4.5 أهي. اختيار الاستبدال ده يرجع لك انتي. انا عايزة بس ادي الشغل تكسيمة من تحت خفيفة، فعلشان كده صغرت الابرة. فيعني تغيير الابرة يرجع لك، تقدري تكملي بنفس الابرة. انا هغير الابرة 4.5. هاجي دلوقتي علشان اقفل الشغل بتاعي. هاجي هنا علشان اوصل لمكان الكمام هنا للزاويتين دول، هرتفع بالإبرة الجديدة بتاعتي اللي هي 4.5، هرتفع عادي خالص، وبعدين اشتغل نفس الشغل لحد مكان الزاوية اهو، في كل جوه كل غرزة، كل بين كل غرزتين كده، لان الشعر ما بيبينش مكان المكان اللي احنا بنبين المفروض ندخل فيه اهو. عمود بلفة. الخيط لما بيبقى جميل، خيط الشعر ده ما مش محتاج ان انا اخترع له غرز، يعني هي غرزة العمود بلفة او المناسبة جدا ليه. لو عايزة تقليه بتشتغلي بخيطين على بعض. بكمل لحد ما اوصل للزاوية العلامة بتاعتي، وعشان ما طولش عليك الفيديو اكتر من كده هخلص وقبل الزاوية بشوية هرجع لك. انا هنا وصلت، قربت من الزاوية اهي، هكمل شغلي عادي. هي اخر جزئية في السطر اهي، ووصلت للزاوية اهي الزاوية. اقوم شايلة العلامة بتاعتي وشغالة في مكان الزاوية عمود بلفة. وهنا ليك حرية الاختيار، اذا كان مقاسك بتاع دوران الباط مظبوط فكملي شغلك عادي. طب نفترض ان الدوران فيه مشكلة، ضيق شوية، نقوم مزودين غرزتين سلسلة من اول غرزة اما التالت. يعني قدامك اختيار تزودي غرزة سلسلة واحدة، اتنين سلسلة، تلاتة سلسلة. انا هنا الدوران عندي مظبوط ووافي يعني، فهكمل على طول الشغل بتاعي. هكمله ازاي؟ همسك الطرف التاني كده، انا خلاص خلصت هنا العواميد بتاعتي، همسك الطرف التاني ده هو اللي هو الجزء الاولاني بتاع الظهر، احطهم جنب بعض كده، اقوم عامله اللفه بتاعتي الاول عشان ما اتلخبطش فيها. ومكان العلامه، مكان العلامه اهو، قبل ما اشيل العلامه اقوم شغله فيها عمود بلف. انا ما زودتش اي سلاسل، ما زودتش اي غرز. انتي حاسه ان دوران الباط عندك فيه مشكله، زودي سلسلة او سلسلتين او تلاتة اهو كده، وبعدين ارجع اشتغل تاني في بقية الشغل. انا هنا اشتغلت في الجزء بتاع الزاوية خلاص، اقوم ادور على الجزء اللي بعده واشتغل كده. انا ضميت الجزئين لبعض اهو بغرزة عمود بلفة على طول، ويبقوا الاتنين جنب بعض كده كأنهم عاملين سطر واحد. اكمل بقية الشغل عادي اهو.
لحد ما الزاوية اللي بعد كده علشان اطلع الكم التاني اهو، نفس الشغل خالص اهو بين الغرزتين، اعمل غرزة عمود بلفة بدخل بينهم. هكمل الشغل بتاعي وارجع لكم عند الزاوية كده علشان نكرر نفس اللي عملناه المرة دي. هنا انا قربت من هنا انا قربت من الزاوية بتاعتي، هكمل الجزء البسيط اللي فاضل ليا ده كده. لحد ما اوصل للعلامة بتاعتي اللي هي علامة الزاوية كده، وفي الزاوية نفسها بشتغل واحدة يعني مش بسيبها اهي، وادي الزاوية نفسها بشتغل فيها عمود بلف. بوقف لحد هنا عشان اعرف اظبط نفسي قبل ما اشيل العلامة، اقوم ظبط الشغل كده علشان اعرف احط الطبقتين على بعض كده اهو اهي. انا كنت شغالة شمال الاول كده، اظبط الشغل بتاعي كده علشان اعرف يمينه من شماله من حاله. دي الجزئية اللي احنا قفلناها، الجهة اللي اتقفلت اهي، والجهة دي اللي لسه هنقفلها. نيجي نعدلها كده علشان نعرف نشتغل. انا اشتغلت في العلامة اهي، اشتغلت فيها عمود بلفة، فاقوم شايلة العلامة خلاص خلصنا، واقوم ماسكه الجزء التاني بتاعي ده، اخد اللفه بتاعتي عشان ما انساهاش، وجايباهم جنب بعض كده كانهم سطر واحد، واقوم في المكان بتاع العلامه شغاله عمود بلفه اهي كده. وبعدين اقوم شايله العلامه، انا خلصتها خلاص، واكمل بقيه شغلي بنفس الطريقه، ما فوتش اي غرزه، ما فوتش اي مكان اهو كده اهو. كده انا عملت الكمين اليمين والشمال طلعوا معايا خلاص. هكمل بقى لحد الزاويه الاخيره دي وارجع لكم تاني عشان نشوف هنعمل ايه بعد كده. هنا انا قربت اخلص السطر بتاعي خلاص، قلت اخلصه معاكو اهو. اخد بالي دايما من نهاية السطر، مرات بتفوت مننا الغرزة الاخيرة مش بناخد بالنا منها، في الشغل يبقى وارب سنة خفيفة كده، هي في غرزة الشعر في الخيط بتاع الشعر مش بتبان، بس ليه شغلنا يبقى فيه غلط؟ نفترض ان احنا وربنا، انا وربت اهو السطر اللي فات فيه غرزة ناقصة مني، انا وربت اهو، اقوم عاملة غرزة زيادة هنا علشان اعوض الوربة، ما فكش شغلي. حاولي تتفادي فك الشغل على قد ما تقدري. انا زودت غرزة عشان اعوض الوربة بتاعتي. دلوقتي انا خلصت كده الصدر اهو ولحمته مع بعض، طلعت الكم اهو، واهو جميل عجبني بصراحة، انا مبسوطة بيه اهو. المفروض ان انا هكمل بنفس سيستم الشغل، ما غيرتش ريحة حاجة. هنرتفع اهو خلاص، بقى كله سطر واحد بالنسبة لي، مفيش غيره، بس انا هرتفع معاكم سطر كمان علشان نشوف الجزئية بتاعت الكمام دي هنشتغلها ازاي. هنرتفع مع بعض اهو،
ثلاثة وبعدين أقلب الشغل وهشتغل ده سطر بقى على بعضه كله عمود بلفة، مش هنفوت حاجة. أنا عشان وربت في السطر اللي فات زودت غرزة، فاخد بالي إن أنا أدخلها مش عوضتها بغرزة زيادة أم أفوتها أهي. قرار الفك الخيط الشعري ده قرار صعب جدا، لانك اصلا ما بتعرفيش تفكي، يعني بيبقى خلاص كعبل على بعضه وصعب فكه، صعب جدا يعني. يعني حاولي تتفادي الاخطاء على قد ما تقدري، ولو خطأتي خطأ بسيط زي اللي انا خطأته ده تعوضيه في السطر اللي بعده على طول، ما تغيبيش عليه يعني علشان ما يكبرش بعد كده وتبص تلاقي الشغل بتاعك كله باظ. هكمل السطر ده لحد ما اوصل للجزئية بتاعت الكمام علشان ما اطولش عليكم الفيديو، وارجع لكم تاني على طول. انا هنا وصلت للجزئية بتاعت الكمامة اهي. اخد بالي دايما شغلي يكون معدول، ما يبرمش مني ابص الاقي دخل في الكم ولا حاجة. اكمل الورزتين اللي معايا اهم، كده واجي ليه الظهر معايا اعدله كده، بسم الله اهي كده، واقوم شغاله في هنا الكمام ده اهي كده عامله واحده كده، واكمل بعد كده اهي عملت معايا سطر اهو ماشي، واكمل عادي بقيت شغلي اهو. نقلت البقيت للظهر كده كده، فوت لكم ماما بشتغل انا دلوقتي في الظهر عادي خالص. هي الواحد بس يتهيأ له ان الجزئية صعبة، لكن هي ابسط ما يكون، مجرد المحاولة بتلاقي الموضوع سهل جدا. كده انا خلاص هديت الجزئية بتاعت الكمام اهي بسلام، يعني هكمل لحد ما اوصل للجزئية بتاعت الكمام التانية ان شاء الله هعملها معاكم برضو. انا هنا قربت من المكان بتاع الكم اهو، بكمل شغلي على ما اوصله اهي، كله عمود بلفة ما فيش اي اختراعات ولا اي غرز يعني مبتكرة بنعملها، هو غرزة العمود بلفة فقط لا غير اهي. كده انا وصلت تاني جوه بقى الكم اهو، بقوم شغالة عمود بلف اهو، بلف كده واقوم شغالة واحدة وبكمل بظبط الشغل كأنه سطر واحد كده اهو علشان يبقى على بعض بقى خلاص كده. وناخد بالنا كويس قوي ان الشغل ما يلفش مننا، لان الغلطه دي بفوره يعني ما فيهاش اي اختراعات، غلطه غلطه لو ان الشغل لف مننا او دخلت حته جوه الكم واشتغلت من مش واخده بالي تبقى مشكله كبيره، فناخد بالنا من الموضوع ده نعدل شغلنا حلو واحنا بنشتغل. خلاص كده انا ايه فاضل لي كام واحده بس على ما اخلص السطر. انا هنا خلاص وصلت لاخر السطر بتاعي اهو، بشتغل الكام غرزه اللي فاضلين لي، باخد بالي ما بفوتش غرز عشان الشغله ما يبصش مني اهو. كده تمام انا خلصت السطر بتاعي، اجي كده اعمل اشوف الشغل بتاعي وصل لحد فين. جميل يعني رائع بصراحة، عجبني، أنا مبسوطة بالنتيجة اللي أنا واصلة لها.
اهي منطقة الكمام اهي، عملت غرزتين اهو اهو، ما في يعني شكل عام حلو يعني. دلوقتي المفروض ان انا هرتفع بقى بالطول اللي انا عايزاه. انا هرتفع لحد ما شوية كده وارجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم الفيديو، بنفس الابرة الجديدة بتاعتي 4.5، مش هغيرها خلاص، غيرتها مرة مش هغيرها تاني، 4.5 لحد اخر الشغل بتاعي هستمر بيها. هكمل شوية كده وارجع لكم تاني علشان نشوف الشغل اللي وصل لي. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. مع السلامة، اعمل لنا لايك واشتركوا في قناتنا. مع السلامة.